الظلمات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جعل القرآن ميزانا فاصلا للتفضيل بين الناس. إذا كانت الناس تقسم أو تصنف بعضها بعضا، الأثرياء، أصحاب الأرصدة، أصحاب المباني والعقارات والممتلكات، أواسط الناس، فقراء الناس، حكام الناس، المحكومون من الناس، كلها موازين تفضيل وتفريق، لكن الحبيب المصطفى وضع ميزانا آخر غير هذا كله، فقال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدقت يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فهذا هو الميزان الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ليكون معيار التفاضل بين الناس. هم أهل الكتاب، أهل القرآن، الذين اصطفاهم الله تعالى لنفسه فنسبهم إليه. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال لقومه وهم جلساؤه ذات يوم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهم أقرب الناس إلى الله تعالى، وهم الذين وعدهم الله تعالى بأعلى الدرجات يوم القيامة، لأنه يقال لقارئ القرآن حينئذ: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن درجتك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. ماذا كنت تقرأ في الدنيا؟ ماذا كنت تحفظ في الدنيا؟ أين درجتك اليوم؟ رفعك الله تعالى بالقرآن في الدنيا، ويرفع الله تعالى درجتك اليوم في الآخرة. يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعيار ليكون حامل القرآن قائدا للأمة بأكملها ومقدما عليها. إذا جاء القوم أو غادروا من عنده وأراد أن يؤثر عليهم، يكون سؤاله: من هو أكثرهم قرآنا؟ إذا أراد أن يعين لهم من يؤمهم في الصلاة في أشرف مكان، يؤمهم أكثرهم قراءة للقرآن. بل الأعجب من ذلك عندما يتعدى الأمر إلى ما بعد الموت، حتى بعد الموت فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل حامل القرآن على غيره. أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من موقعة أحد وأراد أن يدفن شهداء أحد، كان يجعل في اللحد شخصين اثنين
الأرض، فإذا وضعوا أمامه، إذا وضعت الجثامين، جثامين الشهداء، إذا وضعت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل سؤاله الأول: من كان أكثرهم أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد أولاً، حتى بعد الموت، حتى بعد الموت له منزلته التي وضعه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الدنيا يقدمه وبعد الموت يقدمه. لماذا؟ لماذا يقدم حامل القرآن؟ لماذا يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا أميرا وقائدا، في اللحد مقدما، بعد ذلك في الحشر أين يكون؟ اسمع وتأمل. الناس يحشر بعضهم إلى بعض، أما حامل القرآن فاسمع واعجب معي. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. مع الملائكة لا يحشر مع الناس، يقدم في الموت في اللحد على الناس، لا يحشر معهم، بل يحشر مع الملائكة، مع كرام البررة، مع السفرة الذين اصطفاهم الله تعالى لحفظ قرآنه وكتابه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا مكانه، هذا مكانه في الحشر. أما مكانه في الجنة فإنك لتعجب أيضا مرة أخرى عندما تعرف أن الجنة فيها منازل وفيها درجات، فيها منازل وفيها درجات. وقالوا عن درجات الجنة، درجات الجنة تعرفون كم درجة؟ قالوا إن درجات الجنة 6216 درجة، عدد درجات الجنة. طيب لماذا هذا العدد 6216 درجة؟ قالوا إنها عدد آيات القرآن في عهد أهل المدينة في قراءتي أبي جعفر يزيد بن القعقاع ونافع المدني. آيات القرآن عندهم 6216، وفي العهد الكوفي 6236 آية. الحديث في الترمذي: درجات الجنة بعدد آي القرآن 6216. لماذا؟ لأنه يقال لقارئ القرآن إذا جيء به يوم القيامة، يقال له: اقرأ ورقة ولك بكل آية درجة، فإن درجتك عند هذه آية تبلغها، إن درجتك عند آخر آية تبلغها. إن كنت تحفظ 10 آيات تصل إلى الدرجة العاشرة، إن كنت تحفظ 100 تصل إلى الدرجة 100، إن كنت تحفظ 1000 تصل إلى الدرجة 1000، وإن كنت تحفظ 6216 آية أين ستكون درجتك؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما منزلتهم مع السفرة
آية تقرأها، ولا يقتصر التكريم لحامل القرآن فحسب، لا يقتصر التكريم لحامل القرآن فحسب، بل يتعداه ليصل وليبلغ إلى والديه، ليصل وليبلغ والديه. أولا يأتي القرآن يقول: يا رب منعته النوم في الليل فحله، فيحلى بتاج الكرامة. يقول القرآن: يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة. يقول القرآن: يا رب ارض عنه، فيرضى الله تعالى عنه. القرآن هو الذي يشفع بأصحابه. ثم يؤتى بوالديه، يؤتى بوالديه حامل القرآن، بأمه وأبيه، فيكسيان بحلة ضوءها أشد من ضوء الشمس، وبتاج من نور يتلألأ، الناس يغبطهما الأم والأب، وهما في حيرة من أمرهما، يقولان: يا ربي بما كسينا هذا؟ لم نصنع شيئا في الدنيا، بأي شيء كسينا هذا الكساء وهذا اللباس وهذا الحلي وهذا التاج؟ فيكون الجواب: بأخذ ولدكما للقرآن، بأخذ ولدكما للقرآن. فضله وكرمه ليس على نفسه البحث فحسب، بل أيضا على والديه، على أمه وعلى أبيه، بل أكثر من ذلك، يتعدى فضله ليصل الأمة بأجمعها. عندما يقول الله تعالى في الحديث القدسي وهو يصف العذاب والعقاب: وإنه ليهم بالقوم أن يخسف بهم فيسمع طفلا منهم يقرأ القرآن فيرفع العذاب عنهم بكراءة، يرفع العذاب عن الأمة بكراءة هذا الطفل للقرآن. أرأيتم فضله؟ أرأيتم منزلته؟ لهذا جعله الله تعالى طريقا مستقيما، طريق الهداية للأمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، جعله الله تعالى مبشرا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، جعله الله تعالى نذيرا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا القرآن الذي هو بين أيدي الناس وفي صدور أقوام من الناس، قبل أن ننهي يجب أن نقف عند هذا المشهد. أي مشهد؟ إنه مشهد تقشعر منه الأبدان. والله عندما أقرأ عن هذا المشهد في كتاب الله تعالى تأخذني الرجفة. تدرون أي مشهد؟ عندما يأتي القرآن ليشهد على الناس، ليشهد على الناس، على من على من سيشهد؟ سيشهد على أهل القرآن، على أمة القرآن. في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يرفع هذه الشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك يصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا ومنذرا، فيقول: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. يا من تقرأ القرآن، يا من تسمع القرآن، يا من تتلقى
يا من نسيت القرآن، ويا من أعرضت عن القرآن، ويا من جعلت القرآن مهجورا لا تعرفه إلا من رمضان إلى رمضان لتجلس وتختم، أو لا تعرفه إلا من الجمعة إلى الجمعة لتقرأ سورة الكهف. أما تخشى من شهادة الحبيب المصطفى عليك؟ أما تخشى؟ أما ترتجف من شهادته؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طوبى لمن قرأ القرآن، طوبى لمن تعلم القرآن، طوبى لمن علم القرآن. فالشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له عندما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم في أدخل المستغفرين وديار لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إخوة الإيمان والإسلام، حقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإننا في مديريات الأوقاف في شتى محافظات الوطن، ونحن ابن نثمن ونهني ونبارك لأنفسنا ما حققناه على مستوى العالم بأخذ المرتبة الأولى في مسابقة القرآن الكريم في التي انعقدت في الجزائر، وما حققناه من مراتب ثانية في مسابقات الكويت والبحرين، وفي مسابقات ماليزيا وروسيا، وفي مسابقات الأردن، وفي مسابقات المغرب، في كل مسابقات دولية تجري في القرآن، فإن اسم فلسطين وحفاظ فلسطين وحفظة فلسطين لا بد أن يتواجدوا دائما في ذلك الموقع. وما ذلك إلا بجهد ورعاية وإشراف من وزارة الأوقاف لمراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تنتشر في شتى محافظات الوطن، والتي يزيد عددها عن 1000 مركز، ويزيد عدد الطلاب والطالبات فيها عن 20,000 طالب وطالبة، ممن يحفظون القرآن أو يتعلمون القرآن قراءة وتجويدا وترتيلا. فطوبى لنا، طوبى لبلدنا، طوبى لفلسطين، هذا النيل وهذا الإنجاز. ونشد مع الجميع على يد أبنائنا وعلى يد المدرسين والمدرسات والمحفظين والمحفظات لمزيد من التقدم لنيل الدرجات العلى التي ترفعنا في الدنيا. ونسأل الله تعالى أن ترفع من شأننا وقدرنا يوم القيامة، لأن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. واعلموا أن الله تعالى قد صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا حليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكفر والكافرين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أذقنا حلاوة النصر، وأذق أعداءنا مرارة الهزيمة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا أو سوءا فخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اشف جرحانا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا استقيموا للصلاة ورحمكم الله. استووا واعتدلوا أثابني وإياكم الله. رحم الله من سار نفسه. فراس واعتدلوا. أتموا الصفوف الأول فالأول. لا تدعوا فرجا للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله